مرحبا بكم معنا. احنا اليوم في نواحي مدينة مراكش على بعد تقريبا 50 كيلومتر منها، وغنتساراو في أنزليز. أنزنيز جات حدا جبال الأطلس الكبير، وهي مقسمة على جوج، أنزنيز رقراقة وأنزنيز أمادل، كيفصل ما بيناتهم الواد، ومشهورة بالزاوية ديالها، الزاوية اللي أسسها سيدي حسين بن مسعود. المنطقة معروفة بالزيتون اللي موجود فيها بكثرة، ومعروفة كذلك بالخزف. غادي نمشيو نشوفوا الحريفي كيفاش كيخدموا. حسين كتصوب الطويجنات هاد الصباح؟ اه ياك، شفتك كتصوب هذه القفاله ديالو، كتصوبها على جوج مرات. اه جوج مرات مقطع على جوج مرات، كتخدم النص التحتاني وعاد كتكمل الفوقاني. هكذاك من غير الطواجن شنو كتصوبوا؟ كلشي. علاش قول لي؟ ها البراد، ها الزافه، المجمر، والليفاز، انواع ديال الليفاز. المهم الحاجه الصغيره، الحويجات الصغار هما اللي ولاو كيتمشاو اكثريه دابا ولا؟ اه. وفين فين كتسوقوا هادشي ديالكم؟ فين كتبيعوه؟ مراكش. في مراكش؟ هنا في أنزميز لا. لا. على بعد كيلومترات من أنزنيز غادي يمكن لكم تكتشفوا وتمتعوا باللاك ديال لاله تكركوز. راه يمكن لكم تدوزوا فيه نهار مع اصحابكم ولا مع عائلتكم، ديروا ام تي بيكنيك ولا تمتعوا بواحد من لي ريستوران اللي في جنبه. أنزنيز وفي البراج ولا حدا البراج ديال لاله تكركوز كاينين بزاف ديال لي زوبرج فين غادي يمكن لكم تدوزوا الليله. كاينين بعض منهم كيقترحوا دي طونت نوماد. نخليكم هاد الساعه ونقول لكم تلاقاو قريب دون لو ماروك جيم.